فيديو متداول من مشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمان لقط أو بسة قاعدة بالمكان المخصص لموظف الاستقبال. عليك بس هاي بس هاي سجل الصحية هاي سجل الطبي استقبال المرضى هاي الموظف يا إخوان هاي الموظف هاي سجل الطبي واستقبال المرضى هاي تعودي عند البس صورك هاي موظف جديد يا اخوان مستشفى البشير هاي والله بدك تشوفه هاي هاي راحه راح هاي نزل راسه. هالفيديو الطريف اللي شفناه أثار عند الأردنيين من جديد مشكلة البطالة اللي وصلت نسبتها لخمسين بالمية بحسب تقرير البنك الدولي. الشباب الأردني تفاعل مع الفيديو بتعليقاته ردود طريفة بتحمل وجه سياسي مثل عمر اللي غرد وقال وزير الداخلية بيقولك الوضع الاقتصادي الصعب بدل البشر عينه قطات وراوتهم سردين وتون. أما عبد القهار عم بيقول بفضل الله تم القضاء على البطالة بشكل كامل لدرجة أنه صرنا نمنح الشهادات للقطط لتسكير الشواغر. أما خالد فعم يقول من كثرة التطور والتقدم عنا صارت البسس تشتغل وبتقول الأردن ما في فيها شغل. أما محمد فعم بيقول وبيجي بيقلك ما في وظائف بس أعرف أنا شو شهادة هذا البس والجامعة اللي تخرج منها، معقول جامعة بس مياو ودارس تخصص بسبيسو؟ أما مهدي فعم يقول على الأقلية القط مبتسم مش زي الموظف عقدة. تعليق من بشير بيقول هلأ بيعتقلوا اللي صور بتهمة تصوير موظف حكومي من دون أخذ إذنه.